ثانيا لم يوفروا لهم تعليما مناسبا، وثالثا أبعدوهم عن دينهم. عندئذ بدأ الإيغور يفتحون أعينهم. لكن الوقت كان متأخرا، إذ كانوا قد استعمروا. تجربة ماو تسي تونغ الاجتماعية الأولى المسماة الوثبة الكبرى وعدت الإيغور بالتنمية، لكن المزارع الجماعية فشلت وانتهت بسنوات من القحط والمجاعات. وانشغالا من الصين بالمجاعة خففت مؤقتا من قبضتها على شينجيانغ، فتوفر للشبان والجماعات الاستقلالية مجال لتنظيم أنفسهم. تأثرت ربيعة في ريعان شبابها بالإجراءات الجسورة التي اتخذها المحتجون الإيغور لرفع مظالمهم إلى السلطات الصينية. كلما حدثت مقاومة، كلما رغبت في أن أشارك فيها، لكنه ما إن تظهر بادرة على العصيان حتى تسارع السلطات الصينية إلى اعتقال منظميه من الطلاب وسجنهم مدة طويلة. كنت فخورة بهم وبما كانوا يفعلونه، كانوا أبطالا بالنسبة لي. وبينما كان منظمو الاحتجاجات يسجنون، تزوجت ربيعة في سن 14 من مدير مصرف حكومي له مستقبل واعد. وقتئذ كان راتب زوج السابق ضئيلا جدا، لم يكن يتقاضى سوى 7 دولارات شهريا. أنجبت 6 من الأبناء ولم أستطع أن أعيش على ذلك الدخل، فبدأت أطرز تصاميم على أحذية الأطفال وملابسهم. قوبلت ممارسة ربيع الرأسمالية بالرفض، وصعب عليها أن تبقيها طي الكتمان في ظل النظام الشيوعي. افتضح أمر التطريز التي كنت أقوم به، ولأن زوجي السابق كان عضوا في الحزب الشيوعي، ضغطت إدارة المصرف الحكومي الذي كان يعمل لدي كي يطلقني. نظرا لتعطل ربيعة عن العمل، فقدت رعايتها لأطفالها 6، وسرعان ما وجدت ابنتها الكبرى راي نفسها مسؤولة عن بيت والدها. كان لي أخوان أصغر مني، وآخران أحدهما في 6 والآخر في 4، وكنت في 9 من عمري، وهكذا شعرت بأنني بمثابة الأم. في تلك الأثناء لم يكن لدى ربيعة الإيغورية المطلقة وغير المتعلمة فرص كثيرة، فاستأجرت غرفة صغيرة كانت تغسل فيها ملابس الآخرين مقابل المال. عانيت مرارة العيش عندما بدأت عملي لأن الناس لم يحترموني، لكنني أثبتت خطأهم جميعا. لم تخف الوطأة إلا بعد وفاة ماو تسي تونغ، وعندما حدث ذلك تبين أن قمع شعب الغرب الأقصى كان خطأ، وأن السلطات كانت تقصي شعبا يسكن في منطقة حساسة سياسيا. مع التغيير في أواخر السبعينيات توفرت فرص، فانتعشت أشغال التنظيف لدى ربيعة، مما مكنها من الاستثمار في العقارات على نطاق محدود. تنقلت بين كثير من القرى واطلعت على بؤس الناس، وعندما نجحت أدركت السبب الذي جعل الحكومة الصينية تترك شعب الإيغور محروما. وعندما يكون المرء فقيرا فإنه لا يستطيع أن يناقش مع الآخرين أوضاع شعبه ومستقبله. فاجأت ربيع الجميع باعتبارها مسلمة ومن الإيغور عندما ازدهر عملها، وأصبحت في وضع يمكنها من مساعدة شعبها، لكنها كانت أولا بحاجة إلى شريك يشاطرها أسلوب التفكير.
بعدما طلقت زوجي الأول حددت 10 شروط لفتى أحلامي، وهو أن يكون رجلا نبيلا يستطيع تحرير شعبه، رجلا يستطيع أن يدفع ثمنا شخصيا لحرية شعبه، وأن يرفض الرشا النقدية والهدايا مقابل خدمات سياسية. اقترح أصدقاؤها عليها رجلا يدعى صديق روضي، كان قد خرج لتوه من السجن بعدما قضى 9 سنوات بسبب تنظيمه احتجاجات طلابية. عندما أطلق سراح صديق نفته السلطات الصينية إلى قرية جبلية، لكن ربيعة لم تمتنع عن الاتصال به. سافرت جوا إلى كشغر بحثا عنه، وبعد الرحلة الجوية أقلتني سيارة إلى بلدة صغيرة. سرت بعدها على قدمي عدة كيلومترات، لم أكن أدري إن كان وسيما أم لا، لم أعرف سوى شيء واحد ألا وهو أنه يحب شعبه. فاجأت القرويين عندما وصلت مرتدية فستانا ثمينا ومعطفا من الفرو الأبيض، وما إن رأيته حتى فوجئت، لقد كان فتى يافعا ووسيما جدا. ولأول وهلة لم ينبس ببنت شفاه، ثم سألني عن سبب حضوري إلى هنا وبحثي عنه. كان الأمر كما لو أن ملاكا نزل من السماء، لقد ذهلت تماما. قلت جئت كي أساعدك وأنت ستساعدني، وكلانا سيساعد شعبنا، ولذا أريد أن أتزوجك. في ذلك الوقت كنت جذابة جدا، وكان لي شعر جميل طويل، كيف له أن يقاوم جمالي؟ تسرب الشك إلى نفوس أبناء القرية، قالوا لي إن ربيعة قد تكون جاسوسة، لكنني لم أتشكك فيها مطلقا، لا أزال أسألها عن ذلك ليطمئن قلبي. لقد استشاطت غضبا من ذلك ولا تزال غاضبة. قلت سأرحل الآن، لكنك ستبحث عني، وقد فعل. تذكر وجهي تماما وشعري وكلماتي ومظهري كله، فنظم عني ديوانا يضم 260 قصيدة، رصاصة جرحت قلبي، وأنا طائر وحيد لا يجد مكانا يحط فيه. كانت تلك أول قصيدة في ديوانه. بعدئذ تزوجنا. لا أزال أسأل نفسي عما وجدته في امرأة مثل ربيعة. لم يكن لدي مال أو عمل أو أي شيء، لكنها عرفت ما في قلبي وأدركت أنني أحب بلادي، وعرفت أني أحببتها. بحلول التسعينيات كانت عرى النظام الصيني القديم قد أخذت في الانفصام، واشتهر عن الزعيم الصيني دينغ شاو بينغ أنه قال إن الإثراء شيء عظيم. وبينما انفتحت الصين على الاقتصاد العالمي، أوجد جيل جديد من الصينيين طلبا لم يسبق له مثيل على السلع الاستهلاكية، وانهالت الاستثمارات والتكنولوجيا الأجنبية على الصين، وأصبح في الإمكان استخراج مخزونات النفط والفحم والغاز الطبيعي من صحارى إقليم شينجيانغ الشاسعة. مد خط أنابيب طوله 4000 كيلومتر من شينجيانغ إلى شانغهاي، فكان تحفة من تحف الصناعات الحديثة. لضمان النماء لأكثر من 100 مليون نسمة على مدى السنوات 30 المقبلة، لقد فتح إقليم شينجيانغ الغني بالموارد الباب أمام الصين كي تصبح دولة قادرة على المنافسة. توقع الإيغور أن يجنوا فوائد من ثروة أرضهم، لكن الإيغور أهملوا لحساب العمال الصينيين الخان المهاجرين من الشرق الذين كانوا يأتون يوميا بالآلاف. ظهر كما لو أن مدنا قد خرجت من قلب الصحراء بين عشية وضحاها.
كانت شينجيانغ بمثابة معبر إلى الغرب، وفجأة ظهرت مجموعة كاملة من الحوافز دفعت الصينيين للمجيء إلى شينجيانغ. لم يرغموا على الذهاب إلى هناك خدمة للبلاد، بل كانت ثمة فرصة لديهم كي يخدموا أنفسهم ويجنوا مالا. رغم الطفرة الاقتصادية في شينجيانغ، ترك الإيغور كي يعمل في السياحة والأعمال البسيطة الأخرى. كانوا فقراء لا لأنهم قليلو الذكاء، بل بسبب سياسات الصين. إدراكا من ربيعة بأن الكفاح من أجل نساء الإيغور يعادل تجربتها الشخصية، فقد أسست حركة الألف أم. عندما أسست حركة الألف أم كنت أريد أن أربي بطلات. قلت لهن إذا أنقذتن أنفسكن وعائلاتكن فستصبحن بطلات، لن يأتي أحد لإنقاذكن.